مادة بعدين ناخذ عصير. عصير هنا هنا في كيان، في كيان هنا في شيء يخط العاد. سمع ما سأل ها نادر سمع الدار الثاني المطاعم كل المطاعم أو سأل ها إيش تبغى لعبة طيب ها جالس ها؟ اه شفت الصوت في كل شيء يعني. اه تعال ايش في ايش عندك؟ طيب تعال ناكل بعدين. مرز مطعم يمن بابا هنا في هنا في عصير في بريانين عصير عصير في بريانين في كل من فد هنا شوف عندك هذا هذا المحل جينا جاكي ونشوف ايش عندنا سنة اه سنة اه سنة هذه طرطة حلوة شوف الحين تجي ما تجي طرطة حلوة كيف طبعا نسا الكيكة زي كده هذا هذه نحط الكيكة زي كده الكيكة حق النجاح هذي ايش تبغى انت ها ها سام هذا طيب اوكي حق النجاح تبغى طرطة هذه مرة حلو اليوم بنسوي عيد ميلاد لا حفلة نجاح حفلة نجاح واحد ميلاد لا اه اثنين طيب كيف مرة حلو اليوم بنقطع يلا هلا قطعتها يلا بس نادر يلا نبدا الحين جاهزة؟ أيوة. أنا خلاص. ها. كيف؟ هذه حق الترطيع يعني حق هذا الكعك. أوكي. الحين بقى. بقى. السلام. آه كيف السلام؟ مرة حلو. مرة حلو. هذا مرة حلو. هاي هي لا ايوه انا المذكر شو هذا الكتاب ايوه هذا الكتاب كله بس هذا مو منظور بس هذا وهذا بس الا نختار في الجوال عادي واجبات ايوه هذا واجب
حليتها صح؟ ايوه حليتها. ما شاء الله هذه قنوات ها؟ معلم. واجب؟ واجب. لا لا لا. لا واجب. اشوف واجب. ما فهمت. اهم شيء انك شاطر. ايوه. بس هذا ما صح حللي. ها؟ عشان السفرة. سافرت؟ لا لا ما سافرت. هذا ما صح حللي سنة مو صفة خلصت علينا عشان ما تبي صح حللي سنة. رحت الحمام ورحت عندك صح بالصرفة وقال لي لا تروح مكان خلاص ما بصحح وماما قالت عادي يعني انت على مشاكل دور مشاكل تقول له صح لا ما دور انا هذه المذكرة جبت من 10 من 10 ما شاء الله ودحين هنا وهذا كله هذه 10 من 10 ما شاء الله هذا تحب الملخص هذا هذه من 10 من 10 ما شاء الله حلو هذه 10 من 10 وهذه من 10 من 10 ودحين نجي كتاب اللغتي كتاب اللغتي كله حليته غريت هذا وغريت هذا كله غريته شوف كله حليته هذا النص يعني كلها شايف شوف باقي انا عندي شوف هذا كتبته ممتاز شو الثاني شوف الرياضيات كله ممتاز الرياضيات عندنا اختبار اول حليناه مره صعب الرياضيات ايه انتي شوف انا عندي صعب كله بس انا ما بكتب الا اكتب بس ما اعرف شوف كله ممتاز بس كله ممتاز هذا ممتاز صح بس اني اوريك الاختبار هذا اختبار علينا شوف هنا علينا هذا الاختبار شوف هنا شوف بابا بس شوف هذه صح ما كتبت شيء ما كتبت شيء ما اعرف هذا صح الدكتور هذا صح هذا انجليزي حليته كله كامل شوف هذا انا المركز الثاني على أبلة تعطينا مركز الأول شوف بابا شوف زعنان ليش ما جبتها ها؟ من 3 من 1 ايه ما جبتها هذا مو زعنان هذا زعلان وهذا مو زعلان هذا 2 وهذا 1 والله هذا ايش مكتوب؟ شوف بابا بابا ايش مكتوب؟ انا بقول شيء استني بقول شيء لا بلا تعطينا مركز الأول شوف أنا مركز الثاني وبعدين دخلت المركز الأول في الإنجليزي أيوة في الإنجليزي يعني أيوة مع الأبلة أول بأول أيوة تعرف إنجليزي شوية أيوة إيش تعرف what hundred إيش 100 100 1 2 3 4 6 7 8 9 10 شوفوا زي حاول أكثر هذا حاول أكثر وهذا هذا حليته كامل في المدرسة هذا عشان كان ما عنده شيء لبلا زعلان أنت النصر انهزم أي والله نهارا والله يلا المرة الجاية اسمه نورة اسمه نورة قلنا عليه مين؟ اسمه نور خلاص عشان فزت عليها
حلت هذا؟ هذا لا انت كله زعلان كله زعلان. لا مو كله. والله كله زعلان. هذا لا هذا ما اختبرناه. بابا شوف هذا حليته صح؟ كل حليته. بابا هذا ملاحظ فيه مضيف. هذا صح. هذا صح، هذا عشان هنا غش. القرآن. هذا في البيت عادي. ليش شوف. شوف. كله صح. ايوه القرآن كله صح. القرآن كله صح. مبروك. بس انا ممتاز. انت تحطني هنا كله صح. شوف. ودحين الفنية. روح الفنية. إذا رسمت شيء، شوفوا بوريكم شيء. سويت شيء. يوم خلصنا من هذا. زي كذا، زي كذا، شوف، زي كذا بس هي زي أشواركم كذا. دحين نجي لكم القرآن. شوف القرآن. هذا سويناه. شوف. القرآن بس ما صح حلالة ولا واحدة. شوف سويت زي كذا. شوف أنا ما صح حلالة ولا واحدة. ليه؟ نقرأ القرآن ما يصح لنا. بس إيش؟ كوائب زي كذا. كوكب. ناني كوكب. خلصت؟ لا تنسوا اللايك والشير. سبعوا اللايك. باي.